شايف ان الحلقه دي هتبقى مرجع وحلقه توثيق للموسم ده بالكامل، وهنرجع انا متاكد ان احنا هنرجع لها في يعني في وقت لاحق في الموسم ده. بس عايز انهي بقى اخر حاجه في الحلقه برضو بتوثيق خبر مهم قاله الاستاذ احمد دياب على بطوله السوبر، وبرضو هو حل لنا الموضوع الاشكاليه بتاعت بطوله السوبر القديمه والجديده. قال البطوله المستحدثه للسوبر هي بطوله جديده ولكن تخضع للوائح البطوله القديمه، وبالتالي لابد من عقوبة على نادي الزمالك بعد انسحابه، ولكن قرارات العقوبات هي أمر خاص باتحاد الكرة. فده عشان نقدر بس نوثق كل الأمور أو الملفات الشائكة اللي كانت مفتوحة فترة اللي فاتت. ده كويس جدا. آه طب فين الخبر؟ نعم الخبر هو الخبر، ولكن الخبر هو من ربط الأندية إن اللوائح، لا ده خبر طبعا، ده معلومة مهمة اللي هي البطولة الجديدة أيوة ماشية على لوائح البطوله القديمه. تمام ها. زي ما كانت زي ما النادي الاهلي طلب اكمل ونادي من وجهه نظره ان نادي الزمالك من وجهه نظره الشخصيه ولا كرئيس رابطه، من وجهه نظر ان هو قال ايه، لكن العقوبات امر خاص اتحاد مجلس اداره اتحاد الكوره مش الرابطه. يعني رمى الكوره في ملعب اتحاد الكوره بس هو اكد ان البطولتين لوائح واحده. يبقى احنا النهارده كده حسمنا حاجتين، حسمنا ان الدوري الجديد يوم 18 دوري من دورين 34 اسبوع هيتلعب في 154 يوم، مع وعد بانه هينتهي 31/7. دي كلها معلومات. والامر الاخر فض الاشكاليه في بطولتي السوبر ما بين القديمه والحديثه بانها بطوله مكمله للقديم، وده اعتقد رد على النادي الاهلي، وبالتالي تبقى العقوبه. افتكروا بقى يا جماعه الحلقه دي، خدوها كده ايه زي ويكيبيديا، وثقوها بعد كده هنرجع لها. طب افرض بقى شهر 7 طلع 30 بس، معلش معاك بطوله دي 30/7. لا خلي بالك افرض 7 ليه بقى؟ ولكن انا هجاوبك على 30 فبراير لان كريم سال حاجه جميله. على عادل قال لبطوله السوبر، لا انا هقول لك برده خبر كان نزل برده في يلا كوره، ان بعض المصادر لينا في اتحاد الكوره قالوا بيفكروا في اقامه البطوله قبل انطلاق بطولة الأفريق. السوبر الافريقي 20 يعني قبل 20 اكتوبر اللي هي بطولة فيها اربعه مش هينفع المباراه، لان كاس مصر مخلص. انا مش عشان بطوله السوبر دي تتلعب لازم خلص كاس مصر، كاس مصر اللي هو الزمالك وبيراميدز. طب انا عايز اسال سؤال، في وسط الزحمه دي هتعمل كاس رابطه برضو ولا نعم؟ لا مش مهم، ده كاس رابطه اسهل حاجه. لا ما هو في وسط الدوري، لا لا هيتلعب في الدوري عشان اثقلنا على الناس في الجد. اقول لك بقى دي عامله زي استطلاع الهلال، فاللي هو ايه وعلى هذا فيعد البطوله دي المكمله للبطولات السابقه، لانه ممكن 7 يبقى 30 المتمم. فهذا الكاس المتمم يعني عموما الموسم القادم يا جماعه. عموما عرفنا معلومات مهمه جدا في هذا اليوم. انا بشكرك جدا يا